التلفزيون النصر 24 في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده الوقت اللي نقدم لكم فوق النشرة الدريجية. واشنطن كان سوى لقاء رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية محمد إدريس إبيتنو كان سوى مع مدام فيكتوريا جان السو سكرتير ديتا أمريكان المكلفة في السياسة، وكان بادل معها فيما يخص الكوبيراسيون انتر تشاد وإيتازيني. ده بالتفاصيل المنزولة بريس بيزنس. تتضمن أجندة إقامة رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو في العاصمة الأمريكية واشنطن عددا من الأنشطة واللقاءات الثنائية. وفي هذا السياق فقد التقى رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو صباح اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر بوكيلة وزارة الخارجية لشؤون السياسية للولايات المتحدة فيكتوريا جين نولاند. وقد شارك في هذا اللقاء إلى جانب رئيس الجمهورية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية وسفير تشاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض معاوني رئيس الجمهورية. لقاء يدخل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين تشاد والولايات المتحدة الأمريكية. وقد وصف رئيس الجمهورية هذه العلاقات بالعميقة والتاريخية، وأجدد الترحيب برغبة الحكومتين التشادية والأمريكية في تعزيزها ورفع مستوى التعاون بين البلدين من أجل مواجهة التحديات الجديدة والمشتركة والتي تحيط بتشاد والمنطقة ككل. وانتهز رئيس الجمهورية السانحة ليعرب عن خالص شكره وامتنانه العميق للرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته على دعوته للمشاركة في أعمال القمة الأمريكية الأفريقية الثانية. وبالحديث عن تشاد ووضعها الاستثنائي، فقد أكد رئيس الجمهورية على الصعيد السياسي الداخلي لم يكن أمام الجيش الوطني التشادي عقب الرحيل المفاجئ لمشير تشاد أي خيار آخر سوى تولي المسؤولية الكاملة لضمان استمرارية الدولة والحفاظ على السلام عبر قيادة فترة انتقالية شاملة وفق مراحل محددة توجد بالنجاح والتوصل إلى المصالحة والتوقيع على اتفاق سلام شامل مع حركات التمرد المسلحة وإجراء حوار وطني شامل وسيادي تقرر بموجبه الدخول في مرحلة انتقالية ثانية وأخيرة من أجل العودة إلى النظام الدستوري في غضون فترة زمنية مدتها 24 شهرا. وعلى صعيد التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية، قال رئيس الجمهورية إن تشاد تشكل اليوم الحاجز الأخير والحصن المانع الذي يتصدى لانتشار الإرهاب بأشكاله المختلفة في حوض بحيرة تشاد ومنطقة خليج غينيا والساحل، وذلك بفضل المساهمة النشطة والملموسة لشركائها الاستراتيجيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف قائلا إن تشاد وفية لتحالفها التاريخي وصداقتها النشطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الصدد فإن تشاد هي أيضا الحصن الأخير الذي يحاول الصمود أمام كل رغبات الهيمنة للقوى الجديدة التي تحيط بالبلاد والتي تسعى إلى التمركز في كل مكان في المنطقة، وهي تشكل مصدر قلق وتهديد حقيقي لتشاد. في ضوء جميع هذه التحديات والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، فإن تشاد تدعو بقوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة تعاونها مع تشاد التي تمر بفترة صعبة من تاريخها وتتعرض لتحديات كبيرة. قبل اللي كان صوت الكاميرا انت الاخبار عن التلفزيون النصر، كان قابل الدكتور حسب المادي فلا كان حجة في ما يخص المهرجان قران الكتب اللي كان سوى في الايامات الفات. نتابع جزء من كلام فيما يتعلق بالاسبوع الوطني للغة العربية. الان طبعا نحن في الدورة العاشرة، يعني عندنا 10 سنوات في كل سنة نقيمه ونحتفل به، ونحاول بقدر الإمكان في كل سنة نعدل ونغير ونضيف بعض الأشياء الجديدة. ومن هذه الجوانب طبعا التحسينات التي أدخلناها والإضافات
موضوع المعرض الدولي للكتاب، لأن كما تعلمون بلادنا محتاجة للكتب، وما في معرض ثابت مثل ما هو الحال في الدول الأخرى. يعني الآن معروف ما الخرطوم عندها معرض الخرطوم الدولي للكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض بيروت، معرض الرياض، وكل هذه الدول يعني عندها معارض ثابتة تدعو لها دور النشر من كل أنحاء العالم، والدولة تعد لها إعداد كبير، وهي تعتبر جزء من الدبلوماسية الشعبية للتواصل مع الدول الأخرى، وحتى عندها عائد استثماري. لو كانت الدولة هي التي نظمت هذا الجانب، يكون فيه جانب سياحي، ممكن جانب استثماري، ممكن أشياء كثيرة جدا. لكن نظرا لعدم وجود هذه الجوانب، نحن في الاتحاد العام لمؤسسة دعم اللغة العربية أخذنا زمام المبادرة وتواصلنا مع هؤلاء الإخوة في السودان وفي مصر وفي الأردن من أجل أن يأتوا إلينا ويشاركوا في هذه الفعاليات، وخاصة في معرض الكتاب الدولي. والآن جاءوا إلينا بحوالي 8000 كتاب في هذا المعرض، وإن شاء الله يعني تتواصل هذه الفعاليات. عملنا فيه افتتاحية أولية تمهيدية حتى نتيح الفرصة للجمهور التشادي وخاصة الباحثين والطلاب أن يستفيدوا من الكتب المعروضة قبل بداية الأسبوع الوطني للغة العربية. يعني بدلا من أن نجعل المعرض في أسبوع واحد، جعلناه في أسبوعين، أسبوع قبل اليوم العالمي وأسبوع بعد اليوم العالمي ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للغة العربية. وهناك مجموعة من المؤلفين التشاديين ألفوا كتب وطبعوها مع دور النشر هذه، والآن تعرض إن شاء الله، يكون فيها حفل توقيع وعرض، يعني كما يقال برزنتاسيون لهذه الكتب للجمهور. كذلك هناك أنشطة مصاحبة أخرى. من الناس اللي كان شاركوا في المهرجان ده كله كان حجة فيما يخص اليوم، أنا الأخير متابع جزء من كلام تخصص في الطباعة والنشر والتوزيع لتدعيم اللغة العربية والطباعة بالحرف العربي، ومنتشرين وموجودين وممتدين إن شاء الله على مستوى الدول الإفريقية بصورة كبيرة. نحن الآن في تشاد للمشاركة في معرض إنجمينا للكتاب الذي يقيمه الاتحاد دعم مؤسسات اللغة العربية، مشكورين على هذه الجهود ومقدرين الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد في مجال تدعيم اللغة العربية بصورة مباشرة. ونحن الآن شاركنا بعدد 28 مؤلف من مختلف ضروب الفكر والثقافة والاقتصاد والإدارة، بما يساهم بصورة كبيرة جدا في تدعيم الحرف العربي في تشاد، وبما يساهم بصورة فاعلة في حركة الفكر والثقافة وتوفير الكتاب والمرجع الجامعي للباحثين والمهتمين بهذه اللغة في تشاد. وقد كانت مشاركتنا في معرض إنجمينا للكتاب العربي تتويج لعلاقات وأواصر تجمع الشعبين الشقيقين في السودان وتشاد. الكاميرا انت الأخبار على التلفزيون النصور كان مشت في بالي دي زار اي دي كلتير اي البالي دي كان جانفي، كان مشت تشيف الجو عن التجهيزات عن الفستيفال داري عن الكاتريم اديسيون، كي كيف التجهيزات مشي تفاصيل في التخريج. بلا تكتغان البهين وبهناك دا يغادين يجهزوا للفستيفال لداري هنا كاتريم اديسيون اللي كان اول غادين يسهو في بلاس دي لا ناسيون. السنة دا الفستيفال داري يسهو في بالي دي زار اي دي كلتير اي بالي دي 15 جانفي. في جولة اللي كان سوتا الكاميرا هنت الاخبار كان قابلت الرئيس اللجنة هنت التنظيم حسين محمد مختار
حجة بلا تجهيزات هنا الفستيفال الأداري هنا كاتريم إديسيون هنا 2022. لا مثل قد تشوفوا الخدمة ده قريب كمل قارين قريب أساساً فرسان وخمام على سفاد الليل أشياء دقاق بس شيء آخر قاسي ما فيه إن شاء الله. إن شاء الله البكان ده بيشيله والبكان ده الناس بقولوا بلاز دي لاناسيون كبير لكن الفالج كينز كبير زيادة من شوف فاس ال 23 ريجون كلها كيف ريجروبي هم ودوا الاسباس فضل ان شاء الله قبل ال 24 ان شاء الله وبلوتار لو 22 ده كل شيء يكمل ونخلو وكد للفستيفالي البوجو من برا ده بينستالي والاكسبوزان كل بوجو بينستالي خمام المساج انا نقدر نلانسي للبوبيلاسيون نخلي بوجو بيشوفوا الكلتشر انا تشات باسكو اولا اول مره بكون في بالي دي زار دي لا كلتشر السبب اللي حولنا في بالي دي زار دي لا كلتشر هو شنو البالي دي زار دي لا كلتشر البريزيدان انا ترانزيسيون انت انا ليه للمينيستير انا الكلتشر ثانيا كونفرنس ناسيونال سوفيرين كان في بالي دي زار دي لا كلتشر اول بنادو بالي دي 15 واسنا زي ما هي دورتو الديالوج ناسيونال انكليزيف كله كان هنا والباري دي زار دي لا كلتشر عندها تاريخ دونك ده السبب اللي حولنا هنا ونذكر الفستيفال لداري يشارك فوق 23 بروفينس انا بلنا تشاد يجوا عشان يوصفوا الثقافه وعادات وتقاليد هنا بلنا تشاد خبر خلاص كملت النشر الدرجيه نشكركم كثير بشيفكم كل الدلال مصر نخليكم كمان تتابعوا متابعه سيره ما باقي برنامج قناه تلفزيون مصر فضلت اقعد افيد الله.